أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 19/6/2020. محدثكم عصام السنبولي. نظرة على الفضة من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية. ليس لدينا اليوم أي أرقام اقتصادية خلال الفترة الأوروبية أو خلال الفترة الأمريكية قد تؤثر على حركة الفضة. أما من الناحية السياسية فقد شهدنا تداولات إيجابية خلال الفترة الآسيوية اليوم، وذلك حيث لا تزال التوترات بين الصين والهند تطغى على الحركة العامة للملاذات الآمنة. ومن الناحية التقنية نلاحظ التداولات الإيجابية التي حصلت خلال الفترة الآسيوية وتداولات أعلى المنطقة المحورية 17.33 17.40، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 17.60. في حال كسر مستوى 17.66 فإن ذلك يعزز المزيد من الإيجابية للوصول إلى مستويات 17.86. لا تتغير هذه النظرة الإيجابية إلى نظرة سلبية إلا في حال كسر مستوى 17.33، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستوى 17.14، وفي حال كسر مستوى 17.7 فإن ذلك يعزز المزيد من السلبية للوصول إلى مستويات 16.88. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.